أما هلأ سلمى بننتقل لفقرتنا التالية مع عالم الطفولة والطفل، ودائما بنحكي عن سلوكيات الطفل وكيفية التعامل معه. كثير من الأمهات يمكن اليوم بيعانوا أنه أنا ماني قادرة أضبط طفلي، في تصرفات ما كثير عم أقدر سيطر عليها، بس لهي كلياتها تصرفات طبيعية ممكن من خلال بعض الخطوات الصحية السليمة نفسيا نقدر نضبطها كأهالي. أكيد نور، ومثل ما قلتي اليوم رح نتعرف أكثر عن بعض هاي الاستراتيجيات الصحيحة لضبط السلوك وبعض الخيارات اللي ممكن يتبعها الأهل من خلال عمل مستمر، جهد مستمر، لأنه بالنهاية التربية هي ليست نتاج يوم واحد، هي نتاج فترة من العمر لحتى يكون الطفل في المستقبل هو إنسان سوي قادر على خدمة نفسه وخدمة مجتمعه. اليوم رح نتعرف على هاي السلوكيات، كيفية توجيه الأطفال واتخاذ القرارات الصحيحة مع الأستاذ محمود الخالد، مدرب متخصص بحماية الطفل والصحة النفسية. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، سعد صباحكم. يسعد صباحك. يمكن كثير من الأمهات عم يتابعونا ومن الأهالي دائما بتشوف هاي الشكاية الدائمة، ابني مشاغب ما بيسمع الكلمة، ويمكن هاي أمور طبيعية فعليا مع مرور الوقت أنا فيني يعني أتحكم فيها. إيمت فيني أعتبر طفلي لا عنده مشكلة فعلا بهيدا السلوك؟ هلأ أول شيء سعد صباحكم. هلأ طول ما هي ضمن الحالات الطبيعية اللي نحن بنعرفها اليوم، نحن لما نقول أنا طفلي مشاغب، طفلي بيحرك، بيعمل قصص، هاي الأمور هي أمور طبيعية. نحن كل الأمهات طماعين بدهم بيسمع الكلمة، يعني تمام، دائما بيقول حاضر. أصلا إذا كان غير هيك فهو هاي الحالة غير طبيعية. هذا صحيح. الكلام لازم كل الأهالي تعرفه وكل الأمهات صحيح. تعرفه. يعني أنا اليوم لما بلاقي طفلي هو أصلا في عنده نوع من أنواع الأزلق، هون لازم نعرف إنه في عنده اضطراب سلوك، هون لازم نعرف إنه تماما في عنده مشكلة. كويس، لأنه هذا يعني هذا الطفل اليوم في يعني هو في عنده سلوك اسمه اضطراب، يعني اضطراب العزلة، العزلة الاجتماعية. صحيح. هو بيحب، هو ما بيفضل يلتقي مع العالم، هو بيخجل منهم، هو ما بيحب، منطوي على نفسه، ما بيحب يلتقي مع العالم. هون لازم نعرف انه في مشكله. يعني اليوم في شغلات شائعه، الحاله الطبيعيه انه الطفل يروح ويلعب مع اقرانه، الحاله الطبيعيه يروح يلعب مع الاطفال، مع اطفال عيله، مع اطفال بالشارع او طالعين، خلينا نقول مع بمدينه الالعاب، فالحاله الطبيعيه انه يروح يلعب مع الاطفال. العكس تماما، نحن اذا لقيناه انه هو منطوي على نفسه لازم نعرف تماما انه هو هون في مشكله. يعني هاي الاهالي هي فعلا لازم تنتبه لها انه شو السلوك الصح وشو السلوك الخاطئ. يعني يمكن هذا اهالي يمكن ما هم حابين هذا الكلام، بس انه لازم يعرفوا تماما وهذا الواقع، هذا الواقع وهذا الصح. صحيح. طيب هون بدي اسالك استاذ محمود، يعني نحن بنحكي دائما اي تصرف ما بيعجب الاهل فهو معناته سلوك خاطئ عند الطفل، لهيك خلينا نشرح شو هي انواع المشاكل السلوكيه اللي بدنا نقول هذا ما عاد تصرف طبيعي وعادي ورده فعل عاديه، لا هون صار في عندنا مشكله وهذا السلوك بده تقويم، فخلينا نحكي عنه. تماما. هلا هو في مجموعه من المشاكل او مجموعه من السلوكيات اللي احنا فعلا لازم ننتبه لها، كويس، وبناء عليها لازم نحن نبلش ننتبه ونفوكس على هذا الموضوع. مثل ما حكينا قبل شوي، لما نلاقي الطفل انه هو بطل يرغب يطلع باللعب، بطل يطلع يلتقي مع اقرانه، صار منطوي على نفسه، فنحن هون صار لازم ننتبه تماما انه الطفل في مشكله. فينا مثلا نشوف الطفل اذا كان هو بعد ما قطع حاله التبول الارادي رجع له، كويس، فنحن لازم نفهم انه هون صار في عندنا مشكله. شو سبب هذا التبول؟ ليش رجع تبول لا ارادي؟ يعني ممكن خوف، اليوم ممكن 100% في عندنا نحن قله الانتباه وفرط النشاط الحركي. منتشر يعني هلا، يعني عم نعتبر 60 ل 70% الاطفال عندهم، يعني منتشر بشكل كثير كبير اليوم. التكنولوجيا، يمكن الحياه المعيشيه اختلفت، عم تاثر نوعا ما. تماما. اليوم انا لما بشوف الطفل كمان اللي هو الغذاء تبعه اليوم، هو بطل رجع قل اكله. صحيح. كان عم ياكل، هو بطل ياكل، عم نادي له ما بيجي ياكل. اوكي، في عندنا اليوم في عندنا الاضطرابات الغضب، بتلاقي هذا الطفل في عنده عم بي ردود فعل عنيفة جدا ضد أهله، ضد أقرانه، عم بيعيط، عم بيصيح، عم يبكي بشكل دائم. هون نحن لا، صار لازم ننتبه. ليش؟ لأنه هذا الموضوع ممكن ينق على لعبة بس بعدين بيسكت، ممكن ينق على أكلة بس بعدين بيسكت، ولكن هذا الموضوع إذا استمر لمدة أكثر من أسبوع فنحن صار لازم نعرف تماما أنه اليوم هذا الطفل في عنده مشكلة، وصار لازم نحن ننتبه له. إما أنه نحن أنه نراقبه لمدة 10 أو 15 يوم،
اذا استمرت فنحن صار لازم عن جد نراجع طبيب نفسي انه شو 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 طريقه معالجه هاي التفاصيل حقيقه. يعني بس فينا نقول بعض التفاصيل يعني ما فينا كمان هيك نخوف الاهالي شوي. ممكن الطفل يكون عنيد يعني ممكن الطفل بسبب مثلا دلال زايد او الوحيد يكون عنده بعض هي المشاكل، هي تصرفات نوعا ما طبيعيه فينا نعمل كنترول عليها يعني ما نتركها 100%. انا قلت لك انه انا قلت لك انه اذا استمرت بشكل تلقائي ومتكرر او على شكل نوبات فينا نقول لا هلا على شكل نوبات فهو اكيد على شيء. يعني انا اليوم بالنسبه لي انا عم عند على شغله، انا عم عيط على شغله، فانا بالنسبه لي في عندي رده نوبات غضب، هذا له عامل نفسي، له عامل خايف من المدرسه، خايف من الوظائف، خايف اي قصه، يعني عرفتي علي شلون؟ ممكن عم يسبب له هذا العامل. لا، ولكن لما يكون انا من بسبب او بغير سبب هو دائما عصبي، هو دائما غاضب، تمام، هذا الشيء ممكن يولد قصص خطرة، ممكن نسميها اضطرابات تخريبية، ممكن يكسر، ممكن يخبط، ممكن يكسر أغراض بالبيت، قلت لك ممكن يضرب أخوه أو أخته، هذا الشيء اللي نحن لازم نكون نحن حقيقيين منتبهين عليه. نعم أستاذ محمود، رح نكمل حديثنا ولكن حاليا رح ننتقل، لسه بعد شوي رح يكون جاهز معنا زميلنا. خلينا نحكي بما أنه حضرتك حكيت عن بعض الأنواع اللي فعلا هلأ عم نشوفها حاليا اللي هي العناد المفرط اللي هي، ويمكن الأطفال بيعرفوا ردود فعل أهلهم بيفهموها، فبالتالي بيستخدموا هذا الأسلوب أنه صار عنده أنه أنا خلص إذا عاندت وبكيت آخر شيء رح يرضخوا لطلباتي، وهي شوي شوي هي ما عاد بصير بقى تصرف مع طفل، تكبر بشخصيته بصير عنده حب الامتلاك او حب انه انا اذا عاندت باي شيء خلاص باخذ اللي بدي اياه. خلينا نحكي عن هي المشاكل. الطفل بيستغل يعني تماما، هو بيفهم، الطفل بيستغل تماما، بيعرف شو بده. صحيح، يعني هلا هي الحاله هي حاله طبيعيه صحيه ومتوقعه دائما من اي طفل. لما بدي لعبه ببكي عليها باخذها، لما بدي اكله ببكي عليها باخذها. هل هذا هي حاله طبيعيه؟ لانه هلا كنا عم نحكي بس شوي. حاله طبيعيه الاهل يلبوا دائما؟ لا ابدا، بالعكس بالعكس تماما، بالعكس تماما. يعني في يعني من احد اهم يعني اساليب العقاب، طبعا هي تطورت، خلينا نسميها، هي كانت خلينا نسميها قبل سنتين كان في شيء اسمه التجاهل وكان في شيء اسمه الابعاد. اليوم اللي هو انه انا الطفل لما بيبكي بتركه عم يبكي كويس، هذا بسموه التجاهل. ليش؟ لانك اذا تركته عم يبكي عم يبكي عم يبكي عم يبكي، تمام، هو بالنهايه خلص بده يمل. اوكي، طبعا هي تطورت هي الوسائل، ولكن هي وسيله الى حد ما هي ناجحه تماما، لانك انت الطفل يعرف تماما انه قد ما بكيت قد ما حاولت قد ما نحت وبكيت انا ما راح احصل عليها. ولكن بنفس الوقت نحن لازم نفهمه انه انت ممكن تحصل على هذا الشيء اذا انت عملت شيء ايجابي، اذا انت مثلا قمت بمهامك المطلوبه منك، فانت ممكن تحصل على هاي المكافأة. ولازم ما يكون العمل الجيد مربوط بالمكافأة. العمل الجيد كثير مهم، تمام، العمل الجيد لازم يكون دائما موجود، والمكافأة هي مو كل مرة. يعني انا ما بدي اقول لك انه كل ما بتدرس وبتسمع لازم اجيب لك هديه، هو استمرارك على هي الفعل هي بتجي هون مكافاه. بس ايمت فينا نحكي نقول هي التصرفات او هي القوانين انا كأم فيني انا نفذها او اتعامل مع اضبط طفلي فوق سن السنتين؟ يعني 100% يعني تحت سن السنتين، تحت سن السنتين هو بلساته الطفل يعني حركاته، يعني هي مش يعني هي نقطه مهمه مشان نعرف انه بعد سن السنتين، لانه احيانا بيقول لك سنه ونص يعني صغير ما فيك تتعامل معه اساسا. هلا لا، هو فيك تتعامل معه بس بطريقه ابسط كثير، بس بطريقه ابسط من هيك، لانه هو اصلا حياته ابسط. كويس، انت عم تحكي بعد سن السنتين صار فيك تعمل قوانين، صار فيك تعمل نظام لحياه هذا الطفل، صار فيك انت تمشي عليها. انه نحن اليوم في الصبح نحن بشوفنا نحن عم يعني مثلا وقت الاكل، بعد الاكل نحن كيف لازم نغسل ايدنا، نحن لما بدنا يعني بدنا نلعب بالالعاب في لنا وقت معين للالعاب، وقت النوم في وقت معين للنوم، اذا بدنا نتفرج على التلفزيون. طبعا هي احد اهم مشاكل الاطفال خلينا نسميها اللي هو القعده الطويله قدام الشاشه. كويس، هي احد كمان اهم المشاكل اللي هو ما بتدلع انه في مشكله عند الطفل؟ كيف يعني اللي بيموت كطفل ممكن يقعد ساعتين ثلاثه؟ يعني انا عندي بنتي ما يعني اكثر من ثلث ساعه ما بتحب تقعد، بتزت وبتلعب، هذا طفل طبيعي. طبعا. بس لما نقول في طفل بيقعد لمده ثلاث ساعات او ساعتين على الشاشه وهي هي مشكله حقيقيه، بيكون عنده مشكله اساسا، مشكله حقيقيه. انا كنت عم اقول لك انه القعده الطويله امام الشاشه هي بحد ذاتها مشكله لازم الواحد ينتبه لها، انه الطفل هذا في عنده في مشكله. شو هي القعده الطويله؟ وهو اصلا طبعا هي القعده هي بتيجي
يجي الاهل هن نسويها. صحيح. يعني عفوا انا اسف في هذا الموضوع، يعني الاهل هن مشان يخلصوا فانا يلا نحطه بقعده على براعم، قناه براعم وقناه سبيس تون، وحطه يلا مشان يلتهي عني. هذا الشيء اكيد ما انه صحيح. واليوم طبعا تحول هذا الموضوع للموبايلات. يلا اعطيه الموبايل وفك عني مثل ما بيسموه يعني. وهذا طبعا احد اهم الاخطاء اللي كثير كبيره، واللي اليوم الاطفال عم نشوفها بشكل شائع، عم تعودوا عليها. نعم. لازم اكيد يعني اليوم هيك نحن بلشنا وحكينا شوي عن هاي الخطوات، واكيد رح يكون لنا لقاءات اخرى ونحكي بشكل موسع اكثر. نشكر وجودك معنا اليوم، كل المعلومات اللي قدمتها. شكرا لكم، شكرا على استضافتكم، يعطيكم شكرا لك محمود الخالد، مدرب متخصص في حمايه الطفل والصحه النفسيه. شكرا كثير لك. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه.